Ergoyin ka joogtada ee ururka iskaashiga islaamka ee OIC u fadhiya magaalada Jidda iyo khubar sare ee ka tirsan ergoyinkaasi ayaa shir aan caadi ahayn lagu diyaarinayo kulan la filayo dhawaan ee golaha wasiirada arrimaha dibadda ee ururka OIC ayaa lagu qabtay xarunta ururkaasi ee magaalada Jidda iyadoo uu Soomaaliya shirkaasi uga qayb galay si ayaa ergada joogtada dawladda Soomaaliya u fadhiya ururka OIC مدن عبد الرحيم اسماعيل علمي او يكو اليسي حقيها اللبات اي ارقد الجوكتدا مروى هدى احمد محمود هادا بشركاسي ان عادي هين اياسي حماسة كجرتا لوغا هدلي قردر هذا الجوكتدا او ان حكت كلهين او اسرائيل كلك عيسو ومدى فلسطين اي سيدي لوسو افجر الى حاد قذبكا ويرر هذا بركة عماتدا او اسرائيل كجيسن عيسو قييقا قبل كغزا اي فلسطين هذا بقومات كاسي إسرائيل أو سوي غيري فربضان داوعيو أبو رينا جوي معلول إلا لبربر سيميكرو معلوشي كدلتي دقال كلباتي عالمكا أيا وحي إسرائيل أي ولي كمدا حديق إيسا إني لغا أوجل إيسو باقيادا غرامة مدويت يكن أرادة عالمكا أغو ريو أركا إشكاشك إسلامكا OIC أغودان أغدقا يا إسرائيل إني أغا سناتو قوانين تا عالمكا سلمر كان أي جو جيسو ويرركا أي كو هايسو أمد فلسطين أي نقر واغسطو حقا شعب كاسي أولي هاي إن أو يشو دولد مدح بنان أو عاصمة دو طاي قدس الشريف سيدا كو قيحان قرارة دا قولا أمنقا أي قرامة دمدوي علي شامع علمي على كوس راديا تلفيق غرقا سوماليا سعود ريبيا.